إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إلهنا إليك توجهنا، وبفنائك أنخنا، ولمعروفك قصدنا، وبقربك نزلنا. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا ظهير المنقطعين، يا من يتأنى على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين. يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة غمومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا. يا خير من قدر، يا خير من قدر، وأرأف من رحم. إلهنا وقفنا في ليلة العطاء والرجاء بين يديك، شوقا إليك ورغبة فيما لديك. ضعفاؤك ببابك، فقراؤك ببابك، مساكينك ببابك. إلهنا مذنبون، مخطئون، مسرفون، لأنفسنا ظالمون، لكننا نعلم أن لنا ربا يقبل التوب، ربا يقبل التوب ويغفر الذنب. إلهنا نسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأكرم، وباسمك الأعظم ووجهك الأكرم، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. إلهنا يا من قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اللهم إن مسألتنا عتق رقابنا من النار، اللهم إن مسألتنا عتق رقابنا من النار. إلهنا يا محد قولا له قولا لينا، لعله يتذكر أو يخشى. إلهنا هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف هو حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى. إلهنا أوتجمع بيننا وبينه في دار واحدة، حاشا لوجهك الكريم. اللهم إن ظننا فيك جميل. إلهنا يا من أنت عند ظن عبدك بك، اللهم إن ظننا فيك أنك قبلتنا وسترتنا وعافيتنا وعفوت عنا وعتقت رقابنا وبدلت سيئاتنا حسنة.
الحسنات. ربنا آتنا ووالدينا وأهلينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد ولكل من رآنا ولكل من أمن على دعائنا ولكل من تمنى وتمنت القيام معنا. اللهم من كان منهم يشكو كثرة ذنوبه وضيق حاله وأحواله وعقوق عياله وسوء أخلاق شريك حياته وسوء أخلاق شريك حياته وفقدان البركة في تجارته وماله. نسأل كلمة طالت حيرته وكثر حزنه واشتد مرضه وتباطأ رزقه وطال همه وغمه وأظلمت الدنيا في عينيه. اللهم يا الله اللهم انقلنا وإياهم من ضيق الضيق إلى سعة السعة من ضيق الهم إلى سعة الفرج من ضيق الخيبة إلى سعة الأمل من ضيق الفقر إلى سعة الرزق من ضيق الداء إلى سعة الشفاء من ضيق المعصية إلى سعة التوبة من ضيق العقوق إلى سعة البر من أسباب الضيق كلها إلى أسباب السعة كلها ومن شر القضاء إلى خير القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا اللهم رض عنا والدينا رض عنا زوجاتنا رض عنا أبناءنا وأهلينا رض عنا ولاة أمرنا وانشر محبتنا في السماء والأرض. اللهم إنا نسألك في كل شيء فجأة الخير وخبر الخير وبشرى الخير ونعوذ بك من فجأة السوء وخبر السوء وبشرى السوء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت إلهنا أمرتنا بالإحسان إلى والدينا وأحسن الإحسان ما كان منك وأمرتنا بإكرام والدينا وأكرم الإكرام ما كان منك. يا الله يا الله يا الله نسألك لآبائنا وأمهاتنا كرما لا يجود به إلا أنت وإحسانا لا يملكه إلا أنت وسعادة لا يقدر عليها إلا أنت. إلهنا نسألك في هذه الليلة الشريفة التي هي من أرجى الليالي تفضلا منك وجودا وإحسانا. اللهم ابدأ برقاب آبائنا وأمهاتنا فاعتقها. اللهم ابدأ برقاب آبائنا وأمهاتنا فاعتقها. اللهم ابدأ برقابهم قبل رقابنا. أسعدنا بعتقهم أسعدنا بنجاتهم أسعدنا بفوزهم وفلاحهم. اللهم وأسعدهم بعتق رقابنا تطييبا لنفوسهم وإسعادا لقلوبهم. اللهم ثبت مقاعدنا ومقاعد آبائنا وأمهاتنا
وأمهاتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا جميعا جوار نبيك وأكرمنا برؤية وجهك الكريم. إلهنا وقفنا في هذه الليلة المرجوة بين يديك، وجهنا وجوهنا إليك، تعرضنا إليك يا من ترغم لك الأنوف وتخضع لك الرقاب، يا من تعلم منا كل شيء ولا يخفى عليك شيء وتقدر على كل شيء. اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، واقض لكل واحد منا حاجته، حقق لكل واحد منا أمنيته. اللهم أعد لكل واحد منا سروره وابتسامته. اللهم اجعلها ليلة، اللهم اجعلها ليلة الهبات، اللهم اجعلها ليلة الهبات وتحقيق الأمنيات وتفريج الكربات وليلة العطايا والمكرمات. اللهم لا تدع لنا فيها وللمسلمين والمسلمات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا قلقا إلا سكنته، ولا حائرا إلا دللته، ولا محزونا إلا أسعدته، ولا طارق باب رزق وخير إلا فتحته، ولا عسرا في حياتنا إلا يسرته، ولا محتاجا إلا أكرمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عفيفا متعففا إلا أكرمته، ولا منفقا إلا زدته وعوضته، ولا محسنا إلا أخلفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شقيا إلا هديته، ولا غاضا لبصره إلا أرضيته، ولا حافظا لجوارحه إلا حفظته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا يا ربنا إلا سترته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا صالحا إلا ثبتته، ولا حافظا للقرآن إلا رفعته وأعليته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا حقا إلا عاجلا عاجلا أعدته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مطرودا إلا آويته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا والدا إلا أعنته وصبرته، ولا مسلما إلا أسعدته، ولا وباء إلا صرفته، ولا طالب عتق من النار إلا أعتقته، ولا دعاء صالحا إلا قبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وبر وعتق وسعادة وعافية وصلاح وفرج وسعة رزق، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين. اللهم ما أنزلته فيها من شر، وبلاء وفتنة ومرض وضيق وفقر وكرب وسوء حال، اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل أب وأم وزوجة وزوجة. اللهم يا الله، اللهم اشف كل أب وأم وزوج وزوجة وأخ وأخت وابن وبنت وقريب وحبيب. اللهم يا رب الداء والدواء، اللهم اجعل الدواء يغلب الداء، عجل لهم بالعافية والشفاء. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء، اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء، واجعل لدعائنا في السماء قعقاعات.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم زايدنا زايد الجود والعطاء، وعاف خليفتنا خليفة النهضة والبناء. اللهم احفظ شيخنا محمد بن راشد، اللهم احفظ شيخنا محمد بن زايد، اللهم احفظ جميع حكام إماراتنا، اللهم وفقهم لكل خير وأجري على أيديهم الخير. اللهم احفظ إخوانهم وأهليهم وأبناءهم وأعوانهم، واجعلهم ذخرا للدين والوطن. اللهم اشكر لخط دفاعنا الأول ورجال أمننا ما بذلوه وما فعلوه وما أنجزوه. اللهم واجزهم عنا وعن الوطن كل خير ومعروف. اللهم بارك لنا في هذا الجامع، اللهم اجعله منارة، اللهم اجعله منارة نور وهدى. اللهم حرم على النار من بناه، اللهم حرم على النار من بناه ومن اهتم به ورعاه. اللهم إنا نشهدك أن القائمين عليه قد أخلصوا وأحسنوا وقدموا راحة غيرهم على راحتهم. اللهم فأكرمهم بصلاح الحال وراحة البال. اللهم أشركهم معنا في الثواب، وافتح لهم من الخير والفضل كل باب. اللهم وخص شيخنا منصور بن زايد بمزيد كرمك وجودك وإحسانك، واكتب له أجر اهتمامه وعنايته. اللهم أعز دولتنا دولة الإمارات، واحفظ أمنا أم الإمارات، وبارك لنا في شيوخنا والشيخات، وأدم علينا السرور والمسرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على نبينا محمد خير من صام وقام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وألحق مع الصلاة السلام يا ذا الجلال والإكرام.